السلام عليكم. اليوم نروح نديروا جولة في قصبة نتاع الجزائر العاصمة، ونلاحظ بعض المعالم والآثار الرائعة في قصبة الجزائر العاصمة، واللي الأشغال رغم بطئها مازالت متواصلة، أشغال تهيئة نتاع القصبة، إذا مازالت متواصلة في تهيئة نتاع زوج مسارات سياحية، مسار على طول الحي نتاع القصبة فيه مسارات سياحية وين تكون فيه التهيئة والترميم، يكون فيه يعني كامل 100%، ويكون فيه كذلك مراعاة للمقاييس، لأنه فيه مكتب دراسات عالمي يقوم بالإشراف على الترميم والتجديد والتهيئة والهيكلة نتاع القصبة. إذا إن شاء الله هاي النتيجة تكون في المستوى. والسلام عليكم. Thank you.